أو واحد مثلا غسي مثلا مرض وذ ماي أنقار بذغة تركس ماني غمسة كا قبر أسو شغل كلمة كل أخ يعني صاحب مدى التاثة مكنت معاون المشروع كل شيء ضمان وكوكو شو تي عاوز وشنو غوار اي باب تركز نخدم من ذيها مكزارم هذا نسيو سقار شي حاجه المعلومات اكثر باش انا نريك كل شفافيه والوضوح ان عاش نكون ماني طاحنت ماني تيرينت شحال مزي يخدم المترو شحال يجي كذا نيتين شحال لازم هذه كذا كل شيء مانايا اثن السن اكي وذان نيت كنخنثا او واحد نقربت غاو كان غير موقع ونسين شي الموقع دوا موجود الحمد لله الريزو ثانيتين الريزو رانا سكي جولة ثانيتين سكي جولة قليل يجي تفارس ولكن ذاك تقديم موجود هو ذا بريدي زموانا يتماث مغسول مثلا أقد تركس ماني قاز أو حلقة في حاجة غرق المد أنزا ماني نقود رق المد حاسكم إذا يتجا يخدم ثانيتين الغزاء كيف ذاك الغاية ما تنقصي ما تنقص تمشي يبدأ البرتاج الفيديو يا أموك توران تركز أقدشنا عيام سكومي ما تنبيوا إذ ما تنغى سوما تنغى متابعينا الكرام أشكر نسقار بشي حاجة الصوت غالأق لكي تعاون ذاكي ذات داتا حماس الفنارة أنت نسقار بشي حاجة أخ الكريم السلام عليكم وترحب غزاكك مشاهدين نعم ستي ما تغير الصوت إنسان تغير ما الصوت إنسان واضح من لم يجي خانق المباشر الصوت نقام ليه عيجيني أنزل الميكروفون ما يخدم يا غا الصوتين سمرة مليح ما غتي دايت ما ثنا غسي ما ثنا الأخ الكريم نسيت نعاني نقا إجا نايت سنتين روح تعاود ما يخدم سنين أصدقائنا بعض يعني المحسنين المحسنات معنا كيج البركة سادكم مثلا كيد غوسي وسفان شي حاجة الإحساس الشعوري واش كقشداني تيني قطيت عيني خسارة تراكسي بقاس غادي هذه بدئين تشكى الجميع سواء وني في طرطر وبن ثبرة لأن هنتي نديج نتبرات على الزاكسي أغلبهم وبالنسبة للشعور ننش أولا أمين وفغا المرحلة نقيم صغان طماث أول شيء يعني وسيلة ديم الطاون قريج نسجد الشكر لله عز وجل ثاني دين من الواجبات يعني نشكر الله تعالى انه يسري ابري ذا وانتين وفغاج نطمط وخقت كيجهم كان يعني سنين مشكل مثلا ولكن شفاحه انه ملكه كي غايق الملكينو يجن قطعة نطمط ممكن نهار هذه الشهر بالعالمين يمكن هذيك يجن كثير مثلا كي البناء يجن الشعور سي سعيد لا يوصف يعني نشنين طوان الحسيمه نعم سنين 20 سنه كارير يعني المعاناه تروح في الوضع كي الحسيمه الركود التجاري كل شيء يعني صافي نوض على المشاكل ديال المحك شعورين يعني لا يوصف الحمد لله اني مجموعه من الاخوان نعم ارمع ذن يصفار ذي مدوكارينو ذين اربعه تجيبوا ذي مدوكارينو ولكن ذي مدوكارينو مدوكارينو يمكن الصور نضع عرف يمكن ديك زيري عاوننا الغزي فرنسا جزاهم الله عني خيرا يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله لا بد نقدم جو الشكر ولنا ويكفي يمكن الله اعلم الاخ عادي الصناقي البطل قلمي ضمان جزاه الله خيرا دائما ليد البيضاء تزرك بريدنا بدون شروط بدون شروط مرثني ذا سوا حي بنادم وكيبقى شي من يتعنى نعم بنادم من يتعنى وما بالك ايش الانسان يعني قيعاود يقوم قال لايف غايغه دار القران 2013 وفين الدروس مسكين راه كي غاس نغيشهم كان عاوز اي ذكرت شي ولا ذكرت شي ولا نغني مو ذني نقص ليه انت مسكين يموت
كاينه المجالس اللي مجالس طيبه، مجالس ذكر، مجالس تفكير، مجالس نصح. نسال الله عز وجل ان يحسن لنا الخاتمه. الاعمال بالخواتيم. وزعما عم ما سمعتو في دي زمان سني كي كان كي جن جروب شرسا يحتمروا انه تسمى واخا ونكمل شي في العاشيني باب نطماط نوض المهم نوض نصاف ما نصاف ما نوض غانا غيش الشعور اخي سعيد تعوض يعني الشعور لا يوصف لا يوصف صحيح سي غزاك سمي الشريقه الحمد لله الحمد لله الاخ الكريم من هي جدا مهم اذا سميت في الاصدقاء ناس المعارف يعني التونسي اش بيتكم ماشي سنتين في تندا كي كيمشيو كان اصدقاء محضانين فالحمد لله انت البدايه والسنية ديالو يا ربي ان شاء الله حتى اللي وين في السن الجاي يعني غير كي لايف ربما سجلني ووريني سجلني النداء ونتين اكيد ان شاء الله ديك نفوس السنه اثنين السن الحمد لله غانا ما شاء الله سويت ماتنا ضيف ماتنا يعني بخصوص ذاك المنطقة ذاك يعرف تنك ويا ويا تعاوننا يا ويا ربي ذي وذن بنان دودرين غزينا سنة نوثان يعني ما فيش العمل الخير وإلا تساهم داكس فالحمد لله يعني لو خاموك نلقانا البداية هو تراك ساقي إبقاز يعني تراك يعتذر يعني باش هذي وثق حبية ونتين في المناسبة الأخ كريم يعني تسمى ممكن للإخوان بأنه كأخزن 40 متر أطوطان إلى درجة جديد من يقيمنا من يقيم يعرى سقط بقشي حاجة على العملية ثانية ثانية بالنسبة أمي بنوسة غنخسر أنه أحفظها والتي أنا سعيد يوسف شي حاجة هي مسمي الضهر يوم كان يعرى يوم كان يولى أمي خزان أهم اختصاص بناء وفن أنه مرة فرغ من كل شيء هذا وقع رخصة 12 بزاف يعني قلت 12 بزاف وثانيا هذا وقع سلطانو سلطانو هذا وقع تسمى ذاك السجن المقدار 12 ولكن تكون استفادة لذلك فكر انه هو الغزل يجن 40 متر وبداي 40 صدارع يعني تسمى 40 سوسي قطعة مضارعة تسخني 40 متر باش تسمى هذا وقع يجن السبريتا ودا يجن سلطانو ودا مرايا يعني مش امي صغيره الانطلاقه يا ثاني تنعاود من الحفر جرافه يا ثاني تين امي بلان ثاني تنص الحفر ديال طماط من غاكين شنو الشعور نضني عاود شنو الشعور ماشي مو النفس ديالو انه سبحان الله نبدا الانطلاقه يعني في الخطوه الاولى انه الاخ محمد جزاه الله تعالى خيرا محمد الموساتي وخويا سوشين تاغا في بنتك ثانيتين الاخ كمال واخا خلي انت يمكن ويا زوج شادي غدكا ولكن شفتها خندو دايرين والو قاك الله يجازيه بخير الاخ محمد انت كي السكوان القطاره وانيتين انت كي وشان الانطلاقه الاخ غيبدان دانيتين يعني المسؤول دانيتين غيبدان يعني جن 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 الشعور جميل جدا اقدي الحمد لله الجرافه روح بدان تكن الحفر تا كان بدايه ونش غي الامل الرجاء كي الله تعالى ولكن غي الامل كي اهل الاحسان الاحسان ما يمجان مزي ما السورن غير داك السنجل امل يبغى ان شاء الله كي نبدل كي الموقف وانتين نتمنى يصل الخير ان شاء الله التوفيق يكون بارك الله فيك ان شاء الله الاخ الكريم نتمنى يكون التوفيق ان شاء الله كي المبادره يا ثانيتين ان شاء الله مظلوم امو بزارج الاخ ثانيتين انك غاك عشران دكوره ساجين صاروخي تغريغ اخ فولكان سي محمد مظنوغ سي مظنوغ لقنا كيجي في اللوانيتين الاخ ذا شكرا اخ فولكان جزاك الله خيرا السادس عشرين دكورة الله سبحانه وتعالى ان يجعل عمله نعم ان يجعل عمله في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل بارك الله فيك امين امين كل خير ان شاء الله ثم فولكان هذه ساهم من 10 دورة جديد نتمنى ان شاء الله يعني انا في مزيان غنكون مصا انا في السماغ انا في الحديد انا في اجدي انا في كرافان السنة يعني البداية تيتيرين صعبة جدا سوني الاخوان الاخوات محسنين المحسنات ممكن لو ما تعادلين ما غاتجيش الزكاة ما غاتجيش الصدقة يسوسي ساهم فاجركم على الله ما عليه الا اللي يتصل الرقم التليفون الاخ الكريم ما قادوكم في شكوكوز شويتي اللي غادي يتصل الرقمين وزوج توضيحات معلومات هذه غاستا
يعني اشكم داوي غاس حتى السيده ونيتيني حتى عين المكان شقدر الاشاره. ايضا الاخ عادل للاخوان المغني نتا من الكسر الرقمي اكثر ربما من حد يتصل. اي بالنسبه للرقم هو سي سعيد رقم التليفون 06960305595 وانت تخدم التليفون وها نعم سي سعيد غايجبنا رقم الغني نعم يخدم الواتساب وها وتمشي التليفون 06-15-72-12-53 وانت تلقى الواتساب والواتساب وهذا الرقم الاخ الكريم امين بن ذنتين من تمعة ولكن عادي نتمنى يا سيدي ياري ان شاء الله عاد قال لايف عاد غاس بزاف من غيني نتمنى ان شاء الله من بعد قد ياك عاود قال لايف في السيرور اخ عادي يعني السن كل السن يعني شنين عشرة بزاف انظام يقضى بعض الكومنتير التعليق ما تنقصوا ما علاقنا كيكون كي المباشره ونتين بارتاج هذاك الفيديو يا غير لايف ونتين الهدف هو انا معاون استطاع ما غلاش كل شيء ممكن ثاني تين كاين مجموعه ثاني تين سواء المشاهدين سواء اللي كان ربما كاين زين شي فيديو الله يوين نقضى نتمعاون نبنى انا ولا سبلايش ندان ماني غير شنو فاضا وين سني جوني الاخ عادل ستن حجرين وجين غنتقرا رقمها خمسه باش اللي توضع يموت هكا وشو حنشي اللي وش ياخذ المعلومات الاخ عادل خمسه حنجرين ما شاء الله الله الكريم علي حافظات الكتاب الله ما شاء الله نتمنى القران ايش نقدر فيه في سرته لاني راه يريد تصنت الدروس في رياضيات الاخ عادل اللهم بارك اللهم بارك الاخ عادل راه خاص اثنين تحاموا شي نوشي خاص كيفاش تصنت هي رياضيات هي ماتيماتيك استفدت ذاك بزاف الاخ عادل مخرج النيت يعني استفدت هنا هو ولكن كان شي راه الصغير في البغالية هي عاون اثنين تحاموا شي ناكي علم الرياضيات ديال الماتيماتيك جزاه الله خيرا بارك الله فيك الحمد لله الحمد لله سي قابل البركه ان شاء الله. انا نختمك بالقران يشتنق الكفري ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله اسندي وفق الله سبحانه وتعالى واكيد رين ثنين دي حاموشين تغزا انت تغزا تاثر ثنين يعني نتمنى نتمنى غزا انت ما تنصي ما تنغ انت تاثر وخا انت مزيان تزد غانتيري الملكيه نسن تقمى بانه فرحه يا ثاني تين السرور غادي يخر وسي سحي السنه ما تنصي ما تنغ الا ولي جاربن فالاحسان سنت حنجرينا ما وما ما تشماش ما غير تساهمد فماشي تساهم ذاك الاخ الكريم وهو انما ذي حتى البناتين ما شاء الله خمسه يجن تبقى يموت مسكين لا يرحمنا في كتاب الله ويشتاق تكون اذا ترى تختم فاستقم بانه يجن الفرحه السيد بالفرحه في حاموشينا يعني صوره يوما ولو سوق دان سيما ولو شي حاجه نحدد ولو سوف يا اخي نقرابا خصنا يا اخي نقرابا الناس راح سي الاخ الكريم التليفون اذا سعيد نغي الاخ عادل نغي التسيق في ناس اقدي نشوف يا اخي نقرابا ساهم غزاك اقدي التليفون ونشوفو الناس ما يغمغ فارغ ماني نغذي جديد نغذي شي حاجه نغني ف يعني ديش الفرحه ما تنقصي ما تنقصي قران واكيد ممكن نقارب الله سبحانه وتعالى نشوف الناس غنغدا نشتغل نقول سني بنادم هذيك من زمان رقيب هذه اللي زمان قيل انه ماني غير في دارس قلت نسى وش المناسبه شكا يعني يجي الاخ نغني راه انت سوشيتي ضاي ديك العمل انت في سبيل الله راه قضاك مسكين يعني تساكن خص التموفين صراحه وسنت غير حتى بنيفو عياش التموفين زي ما زوتي الناس تاسر مسكين راه انت كاين التليفون سيناي تاريناي باش تلقى اللايف ونتين قعدت معاون فانت الله جالتي في خير وتغيتك يعني ديت مثلا اللي جانا الماضيين يعني يقن كي الخفاء فنتمنى الكفاف والمعاون يكون فوس فوس سميتي ما ان شاء الله اسلم لنا ثلاث اذا مات. انصام كل كان محمد من يبقى المعلم نشوف مع الاخ عادل اللي يمشي للمنزل ديالي كاينين تما البيبان الدخل وباب الخارج المنزل وشكرا لجميع يديروا ما يدوم غير الله. هما تافو الكل محمد كي تسوى راك المعلم يقاس طرح هذه راح هذا دافي الناس غاسين البيبان يعني غاسين ديبورا غاسين ضواف حتى ضواف نباره يساهم ذاك ذاك الاخ فلكان السبوره ما شاء الله نتمنى ان شاء الله يعني الله يجازيك بخير الاخ محمد بارك الله فيك الدعاء الاخ محمد الاخوان الاخ محمد عندي سامان صوره الله سبحانه وتعالى ان يبارك لك فيها انت وعليك راكب ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يحفظها من كل سوء وان يجعلها ان شاء الله صالحه. العمل يكون فين العمل ان شاء الله
بالكتاب، أتت بالكتاب عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكرا جزيلا الأخ محمد وحسن السنكي، ولكن العملي يرفع إلى السماء فتتعرف عليه الملائكة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. اللهم آمين. وفق الله إن شاء الله. زعما راح حسينا التعليق نوني مزيون، يرجع التعليق لكم الكومونتير لكم. نمشي الأخ، نمشي الأخت يا سودي ساهم، نيغا ديالي كي نلقي اللايف مرحبا به. يعني يساهم مباشرة كي اللايف هو نتيم، أنا نتياي كومونتيري ناس نتياي من المبلغ يعني باسم يساهم ولو 100 درهم ولو اللي غادي يخصك نقارب حتى شي ساعة غا حتنغني. هذا سي ساهم مباشرة كي اللايف واش عاد قناة كيكون كي اللايف. تفضل سي مانو عاد كي نغني تي الباب يعني ندا تافاغي مي نعاون ما كيفاش. فأجرك مع الله، نتمنى يعني الخير ديري إن شاء الله. شين أخوك اللي ساكن دياري محمد نور يغلق شي كرسي تعليق لكم انزو كينو الاخ فول كان الزودياري تعذرت اضافه الضيف عاود سكيت الاخ محمد فول كان سكيت انفيتاسيون لانه سكرات باش كان قبول ولكن مشيت انك تعذر سير شي مال الاشكال السكيت تاع في السكيت ما غادي حتى يزوك يساهم الاخ الكريم سميسيما فما عليه الا ديالي اللي غادي يتصل سكيني فول انا حاكوك سميتي او شيفو انا عاود شيفو ليها هذا اللي اصلا متقارب شي حاجه غالعمليه الحظ غالغوزي انا حسوي انا حسوي تيغا اني قازن ثانيتين انصا اشكون مسقارب ما ظن بشي ما ظن غير العمليه الحفر مغزرم مغزرم اقادنا في العمليه الحفر ماني وض يعني ثاني شتو كان عندك هكاك ربو شويه الاخ الكريم السلام عليكم الاخ الكريم انت كتحفر هنايا صور تعرف ياك معليش هانسي وتعرف هانسي وتعرف قناه المباشره وانتين باش نقربوا شويه المشاهدين والمتابعين والمحسنين والمحسنات باش يشوفوا العمليه فين وصلت كما كتعرف بان هذه القطعه يعني كيتعاونوا الناس مع هذا السيد باش يبنيو له ان شاء الله وكنتمنوا ان شاء الله يزيدوا يتعاونوا معاك سيد مسكين الله يحسن العوان الانسان هو يلقى فين يدخل فين يتخطى فين تكون عنده الدار ديالو بعدا على الاقل يحسن بها ويحسن فيها ولادو ان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله ولاد الريف تبارك الله راه والمغاربه كاملين الامازيغ والعرب الريافه تبارك الله في كل بلاد نتمنوا ان شاء الله يعاونوا السيد حنا دايرين مجهودنا كنخدموا بداك الشيء اللي قدينا عليه وفطار وان شاء الله يكون خير ان شاء الله وحنا هنايا اليوم الرابع راك عارف 4 ايام وانت خدام هنا 4 ايام وانا خدام هنا كاين واحد القاصح كاين الحجر واخا داك الحجر غادي يتنفع به غايديروا الاخر ولكن كيدي الوقت كيكون الخدمه واخا غادي يتنفع لقيتوا فيه الحجر نقربوا شويه نشوفوا العمل هنايا هذا الحجر غينفع للبني هذا الحجر غادي ينفع للبني هذا الحجره مزيانه هذه تنصحى الحجر الزرق الحريق عارفين الحجر كيفاش داير نعم ينفع للبني وهذا الصغير عاود البلوقاج غادي ينفع بالطاله ان شاء الله في الطبله هنايا هذه ديال الثانيه ولا الفوقانيه كلشي ان شاء الله غادي ينفع غير هو الحجر ملي كيكون القاس عاود مع الاله وكذا راه كيدي شويه ديال الوقت كيدي شويه الوقت داكشي علاش اما الحجر راه مزيان غادي تنفع به حتى هو غينفعو راه عزلتو هنايا ومازال غنعزل هذا عزلت شي حاجه الفوق هنا عاود ديال الحجر الحمد لله باش ما باش يستغلو حتى هو المهم حنا عاود باش نتعاونوا هذه هي المعاونه كما ماشي غادي نخوي الحجر ونخوي عليه التراب غادي نضيعوا ولا شي حاجه المهم الله يجازيك بخير كتحاول ما يمكن يعني نعم انا كندير جهدي ونتمنى ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يعاونوا الناس بارك الله فيك الله يعاونوا واللي معاه الله راه معاه كل شيء بارك الله فيك الله يعاونوا الله يسهل عليه وصراحه راني
يعني بما انك انت كتفرج فيهم شحال هذه يعني في نعم كتفرج معايا في القناه شحال هذه في لابلاص نعم كورنيش وكذا نعم سمعت السيد المسكين عنده عند البنات الله يعاونوا ونتمنوا ان شاء الله الريافه وكاع المغاربه ان شاء الله يتعاونوا معاه صراحه بارك الله براسي عندي واحد اختي صراحه تفكرتها فاش سمعته عندها حتى هي سته ديال البنات تبارك الله يعني الشكل ديالو ان شاء الله يكون خير ويدير السكنه ديالو ويحسن بها بناته وان شاء الله يتخرجوا البنات ديالو يخرجوا صالحات ان شاء الله ان شاء الله يعاونوه ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للخدمه المعلم باش ما نعطلوكش خدمتي هنا اربع ايام شحال تقريبا بقى لك هنا الخدمه؟ اربع ايام كنخدموا راك عارف يعني الخدمه ديالها هكايا كنخدموا بالثمن زعما ياك لا شحال الايام تبقى لك هنا؟ ديال الايام راه غادي تكون هنايا اليوم الرابع باقي خصني واحد النهار باش نقاد هذا الشيء ان شاء الله نقاد هذا الشيء مزيان من بعد يقدروا يحتاجوني نعمر لهم شويه هذيك الفوقانيه حيت حتى هي حفرتها شي شويه على حساب باش يديروا الصفاطيات نعم من بعد ديك الساعه نعمروها على حساب النيفو اللي بغا واللي بغا المعلم باش تجي مقاده مع الطاله ديال هذا التحتانيات. المهم اليوم الرابع ان شاء الله واحد ندير واحد يومين في المجموعه ان شاء الله مع الرديم ديال الطبله وكل شيء ان شاء الله واحد اربع ايام معك لا يومين يومين يعني ست ايام تقريبا كل شيء ست ايام ديال الخدمه نعم وشحال حب خدامين بالمترو انتم باش معنا المجاهدين يعرفوا عفوا ماشي بساعة بساعة بالنسبة للساعة راه كيخدموا ب 30000 فرانك الساعة 300 درهم الساعة هادشي باش كاينة الخدمة هاد الساعة والخدمة لقيتوها قاصحة شوية الخدمة لقيت واحد الجهة مزيانة بحال هاد الجهة مزيانة ولكن هاد الجهة لقيت فيها الحجر كما قلت لك واخا غادي يعاون الحجر غادي ينفعوا ولكن المهم كيدي شوية الخدمة لقيت هاد الجهة هادي مزيانة شوية هاديك حتى هي الفوقانية فيها الحجر الفوق ونتمناو الخير ان شاء الله نتمناو الخير ان شاء الله ان شاء الله يسر ربي الامور ان شاء الله ان شاء الله يكون خير والله يعاونو والله يعاون اللي يعاونو والله يجازيكم بخير المحسنين اللي قد على شي حاجه يعاون ولو دعوات واللي قد على شي فايض الكريانات ديال السلعه راه كاينين قرا من هنايا اييه الكريانات هنايا السلعه القرابه قرابين هما هنايا هي الكريان قدامنا نعم حدا كوكا راه الكريانات تما يعني الحال قريب حدا ترونسبور يعني باش نعم. تكلم زعما الكاميو تمشي بعيد ولا شي حاجه قريب الحال يقدروا يعاونوا بشي حاجه شي بياخي ديال الكرابه شي بياخي ديال الرمله السيما الحديد المهم راه شويه صعيب الحال الله يحسن العوان صراحه يعني البني كيكلف بزاف والله يحسن الدعوان والله يعاونهم والله يعاون الجميع ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك الاخ الكريم شكرا جزيلا على المجهودات اللي كدير غير حذي الحجر وصافي الحجر هو اللي مهم كان عدلو على حسب باش يستافد منه سواء الصفاتيات في الاساس ديالو ومن بعد عاوتاني اللي ما بقاش بزاف كيكون مزيان على حسب كيكون مهم كلشي حنا عارفين حنا كنخدموا هاد الشيء هادي هي الخدمه ديالنا عارفين الحاجه اللي بارك الله فيك شكرا لك انت الله يرحمك درتي الواجب ديالك هذا واجب هذا واجب شكرا شكرا بارك الله فيك الله يسهل عليك والله يسهل على الجميع ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك الله يوفقكم الله كريم شكرا انا مغزي ما يتمنى شي مطلع يعني رجي شي حاجه معلوماتك وشيفو تراك سوانتينا مغزار ما في غوزي لقيت عيا ندومات نتعاون المحسنين المحسنات ثانيتين كيد مجوت ذاك الجماعه نزموان مكينا كوري ناس بانه يتف بعد مكانه ولا شي حاجه ربعه يقصحن ممكن تشارو هذيك كان داك سازرو ولكن انا كازرو تحول تضحيه غير واحد باش تنفع ابني الصوت يمكن يتوضي شويه مليح والسين ميكروفون ما عاد يخدم لنا لان فان سويعي شمس انا الميكروفون يمكن عاد يخدم كان عاد يخدم ماني عاد ما نخشي ما نخشي لي كومونتير لي كومونتير ما نخشي لي كورتي وسيرشي وزيرشي لي كومونتير هي غاك دومات وني خصنا غادي يعاوني نبدا دومات ثانيتين ما عليه الا تتصل رقم التليفون لا شين ريفني تي في 06 13 42 99 76 غادي نوجه ماني غايوي السرعه
حنير ماني غيا هذه الساس من عاشين يا ماني تيسكن عاشين ندومات الاخ يعني ابن المحسنين ثانيتين ومرق السرعه ايضا حتى جوتي السرعه يعني امكن نسيو ذس ثانيتين قد موجوتي نصي مضنا قامت جانت شركه اسمو زان كرابا اسمو زان اتش دي اقن ذا نواحي ثانيتين ودرونسن باغي جانت فابريكات لي تكنا زرو والكراب هادي جدي ما عليه الا يعني يتصل الرقم كاميليون اصلا مرا كامل اللي غيسات السرعه هو ذا مكان راه تقسمكم كان امكن ندمو جوج قدوانيتين قطعه يقي قزك 70 متر وها ما نفسي ما 40 متر يغاي وتر سي دوانيتين الشركه يا وا تدي وطنيشن او حاشكم تسقر في عجز الشيء الثاني تقدر شكون سوا تاس يعني كتشجيع لكم كالمعاون لكم المتابعة لكم كي لايف اوليتين وبارتاج لكم مع راهو لكم سبحان اكيد كلشي تدعم ذاك كيداس السيد سي وفقها رب العالمين فغتجا خمسة حنجرين ثلاثة حنجرين حتى كتاب الله وما شاء الله اللهم بارك اجنا نعمه من عند الله سبحانه وتعالى باش يقول شي حنجيرين يعني غاص انت في القران الكريم في نعمه من غا راه يوفق العالم من جميع ان شاء الله.